اخترت باش ما عادش نتكلم برشا وسافرت دايور باش نرتاح شويه. اما اللي صار هو انه قبل الحلقه ما تتوقف بجمعتين عملنا اجتماع قال لك راهو ياسر كاسحين المواضيع وشوف لنا حاجات ايجابيه. اجتماع مع اداره القناه؟ مع مش اداره القناه وقتها، مع مديره كاكتوس المتصرف القضائي، المتصرف القضائي وقيس شقير والمخرج نتاع البرنامج وهكا مجموعه اللي مشرفه غادي، فهمت؟ قلت باو على اساس انها راح حد في الليل وديكلونش مون تاع جمعه جديده وحسيل، وقال لك هفت شويه. قلت باهي طفيت الضوء انا الحقيقه، معناتها نسمع وخرجت على روحي. الجمعه اللي بعدها عاودوا عملوا نفس الاجتماع وقال لك هاو فما حاجات مزيانه قاعده تصير في البلاد، احكي عليها، وحلوه وانجازات نتاع سي يوسف الشاهد والحكومه نتاعو ما لم يقل، لانه ماهوش قاعد تحكي على الباهي، ففرصة في برنامج ما لم يقل يتقال الباهي. قلت له ما قريتش هكا، وقريت انه نحكيه على التراني ما يجيش في وقته، وقريت انه نحكيه على العبد اللي يعض كلب، وبديت نفسر لهم شنو اللي قريت، فهمت؟ اي لكن كي تقول لي هكا الناس اللي تسمع فينا تقول حمزه البلومي مثلا يجيب في ملفات وقضايا حارقه اكثر. حمزه البلومي ما يخدمش عن المتصرف القضائي وقناه التاسعه، لكن كان في يوم من الايام، كان في يوم ما لم يقل كان مش عند يوسف الشاهد اليوم الحقائق الاربع في بلاصه اخرى. اي هكا توضح معناها كانت فما ملفات حارقه ياخذهم خويا. خلينا نكمل لك مجريات الاحداث وانت حلل كما تحب، انت اعلامي ولا كاعلامي طبعا. صار الاجتماع الثاني، صورت الحلقه الاخيره. في تصوير الحلقه الاخيره جاني تليفون قالوا لي خذيت بعين الاعتبار ما اتاك من تعليمات في الاجتماع الاخير. قلت لهم ما هو اجتماع، فهموا لي انا ما خديتش بعين الاعتبار. قلت لهم انا اصلا ما حضرتش فيه الاجتماع. فهمت شنو معناها؟ قلت لهم راهو كاني ما حضرتش فيه الاجتماع وحسبوني ما جيتش للاجتماع. ديكو راهي الحلقه مش كيما حبيتوا وما فماش حاجه باهيه معناتها من الاخر. يا سيدي نحن ننتجوا في الحلقه والمتصرف القضائيه تعمل هكا وتهبط من بيرو اللي هو في الكاتريام للتروازيام ودخلت الدور. بيروات الكل الحقيقه، ومن بعد جات البيرو تاع المونتاج نتاع حلقه الحقائق ما لم يقل. وقعدت حطت ساق على ساق وقعدت تتفرج. قلت لها تفضل. قالت لي نعمل في دوره مريك حتى لهنا خليت عادي. من بعد بدات تتدخل في المونتاج، هذه نحيها، هذه لا 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 هذه سيدر شنو هذه، هذه عنيفه. قلت لها مدام ما عندكش الحق اصلا تعطي رايك، تعطي رايك بعد ما تتفرج كمشاهدين. راك متصرفه قضائيه، انا المنتج وانا المشرف على الاعداد وانا رئيس التحرير نتاع البرنامج وانا المقدم وانا المسؤول عليه امام القانون، وما عندكش الحق من اصله. قلت لي ابون ابون، تنبزت وخرجت، فهمت؟ قلت لها يا وي هكا هو. تعديت الحلقه هذيك نهار الاحد في الليل، نهار الاثنين الصباح كلموني قالوا لي ما عادش عندنا فلوس باش نمولوا البرنامج، اجا خويا نلقاو مخرج باش نقولوا للناس الراي العام. قلت لهم باش نقول للراي العام اللي صار وكهو وانتهى الموضوع، بخلاف التعطيلات اللي صارت لي في التورناج، بخلاف انه يتحط لي تورناج مثلا نهار الخميس يولي نهار الجمعه، وبخلاف انه مثلا ما يعطيكش ايكيب باش تخرج تعمل انفستيغاسيون وتصور، وبخلاف هاو الشوفور اليوم مريض وما عندناش كراهب، وبخلاف اليوم ما نجموش نعطيوك شوف كيفاش تخرج. معناتها التعطيلات اللي تعملت لي، يعلم ربي كيفاش كنت ننتج في حلقه. الماده اللي كان يقدمها زهير الجيس ما راقتش ليوسف الشاهد؟ لا ما نعرفش، لا ما نتهمش الرجل. ما راقتش للمتصرفة القضائية أكيد. واضح. هل ما راقت لهاش هي على خاطر هي متصرفة قضائية ولا جاتها تعليمات؟ موضوع آخر ابحثوا عليه أنتم. تعويضك بعد برنامج سمير الوافي ظهر للمتفرج أنه برنامج ما نجحش جماهيريا، جبنا برنامج آخر يعوض. هذا اللي قلق زهير الجيس؟ لا. لا ما قلقنيش، انتهى برنامجي يعوضوني ما يعوضونيش. سمير الوافي كان يكتب ستاتيو قال، وسمير وقتها اكد وقال راهو ما عندي حتى علاقه بالموضوع، معناتها انا نصدقهم فماش علاش باش يكذب، فهمت؟ واضح. واضح. عندك اضافه في النقطه هذه؟ هو معناتها هذاك اللي صار، هذاك اللي صار في النقطه هذه ما فماش اضافه. بربي جوست حاجه واحده معناتها راهو اللي قاعد نقول فيه بيان سور على مسؤوليتي، ولكن راهو هذه احداث صارت طبعا، معناتها انا كنت نتمنى انها مش لازم نحكيوها، لان ما نعرفش كان تهم الراي العام ولا ما تهمش. يهم. فيش يهم معناتها بريتو برنامج وقف. باش يعرف الكواليس، باش يعرف. ونعطيك معلومه اخرى، انا جاتني قناه منافسه لقناه التاسعه، مانيش باش نسميها مهما عملت. واقترحت عليا انه نعاودوا نفس البرنامج بنفس ليكيب بنفس الطريقه فقط تغيير وحتى بنفس الديكور. اي. هكاك شماته في القناه هذيك. وقلت لي
شنو القناة؟ لا مش بسميها. تستعمل جوكر زهير؟ اوكي تستعمل جوكر. تستعمل جوكر. انا قلت لك مش بسميها من الاول. باهي نحترم هذا باش نتعدى معاك بسرعة لمرحلة التتويج. Le jeu de trophée. Zouaïr Gis,